مسؤول الأسواق وبياعين البسطات سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن الملاعب وصالات البلياردو والفيشة سيدي. احترامي سيدي. مسؤول أمن المطاعم والمقاهي ودور اللهو سيدي. تفضل. احترامي سيدي. مسؤول أمن المقروء والمسموع والمرئي سيدي. تفضل. احترامي. مسؤول أمن الكازينوهات وبيوت السيدي. تفضل. احترامي سيدي. اهلا وسهلا فيكم. في حدا لسه؟ لا ما في حدا. لا سيدي ما في. الحقيقه يا شباب انا جمعتكم اليوم حتى بلغكم بكل اسف اني رح اترك الفرع. شو الحكي؟ شو قال؟ ما سمعت سيدي. اكيد رح تتركوا الفرع سيدنا ولا عم تمزحوا؟ معقول يا سيدي؟ معقول تتركونا هيك من الباب للطاقة؟ بكفينا يا سيدي مشان الله، يلي فينا بكفينا. يا جماعة أنا ما فيني بتحمل هالصدمة بنوم، والله على ما أقول شهيد. اهدوا شوي يا شباب، اهدوا إذا بتريدوا، اهدوا رجاء، ما في داعي للانفعال. أنا كنت بعرف تماماً أنه هالخبر راح يزعجكم ورح يقع على رؤوسكم وقوع صاعقة، وبصراحة ما بلومكم أبداً، لأنه صرنا مع بعضنا 17 سنة. 17 سنة ونحن عم نشتغل ونسهر ونرفع تقارير ودراسات ونعتقل ونجرجر ونحقق ونداهم ونبطش بالمجرمين والمشبوهين في سبيل استقرار الوطن طبعاً. ولهالشي ما بلومكم على الإطلاق إذا شعرتوا بالمفاجأة أو هزتكم الصدمة أو النبأ المباغت. بس يمكن يلي بعزيني وبعزيكم بنفس الوقت إني ما رح أطلع من هالفرع عالبيت. لوين رايحين لكن سيدنا؟ بدكم ترجعوا عالضيعة؟ لا شو عالضيعة أنت تاني؟ القيادة رفعتني مشكورة واستلمت منصب جديد. هيك ها؟ ألف مبروك يا سيدنا. قسما بالله تستاهل أكتر من هيك بكتير يا سيدي. والحقيقة أنا رح أترك هالفرع، فرع الحاسة السادسة، ورح أستلم فرع الحواس الخمسة. يعني رح كون المسؤول الأمني الأول عن جميع الفروع، لأنهم رح يوحدوها. عفوا سيدي، يعني فرع الحاسة السادسة مين بده يستلمه سيدنا؟ ها هذا هو السؤال. طبعاً يلي بده يستلم فرع الحاسة السادسة واحد منكم. واحد منا؟ مين يا ترى سيدي؟ يعني تعين ولا لا سيدنا؟ بصراحة لسه ما تعين، لأنه هالمهمة موكلة إلي وأنا اللي رح أختاره بناء على التوجيهات يلي إجتني من فوق. واخترتوه سيدنا؟ لا لسه، وما بخفيكن أنه هالمهمة اللي كلفوني فيها صعبة شوي ومحرجة بنفس الوقت، والسبب أنه كلياتكن تعتبروا عندي من أكفأ الرجال، أكفأ رجال الأمن، أكثرهم خبرة، أقواهم شخصية، وأذكاهم تفكيراً. طيب سيدي أنا عندي اقتراح. شو هو؟ شو رأيكم سيدي نعمل قرعة وبهالطريقة ما حدا رح يزعل؟ لا لا شو قرعة، ما بصير هيك، لازم الاختيار يكون دقيق وما يعتمد على الحظ أو الصدفة. لا والمشكلة يلي كاسرة إيدي ورجلي إنه كليات كن بتستحقوا هالكرسيات عن جدارة واستحقاق، لأنكم سطرتوا أروع الانتصارات والإنجازات أثناء خدمتكم بفرع الحاسة السادسة. شكرا سيدي. يخلينا ياك سيدي، هاي شهادة بنعتز فيها سيدي. يعني أنا إن نسيت فلا يمكن أنسى ولا بشكل كيف مسؤول الأسواق على سبيل المثال قدر يتغلغل بالسوق ويجند كل الصناعية والمتعيشة والشغيلة لصالحنا، وطبعا هذا إنجاز مهم بيتسجل بصفحته بحروف من نور. وأنا إن نسيت فلا يمكن أنسى على الإطلاق كيف مسؤول الملاعب وصالات البلياردو والفيشة قدر يضبط الملاعب ويوجه الهتافات يلي عم تصير بها الملاعب حسب رغبتنا.
وهالنقطة بالذات بتتسجل لصالحه بحروف من ذهب. وأنا على فرض نسيت، فلا يمكن أنسى بتاتا كيف مسؤول المطاعم جاب أحد المطلوبين بزمن قياسي، وهذا طبعا لأنه كان مجند كل الجراثيم يلي عنده لهكذا مهمات. وأنا إذا نسيت فلا يمكن أنسى ما حييت كيف مسؤول الكازينوهات قدر يكشف شبكة معادية بفضل الرقاصات والأرتستات يلي مشغلن معه. أما مسؤول المرئيات والمسموعات فإنجازاته أكبر من أن تحصى. لذلك ولهالأسباب هي قررت أعمل مسابقة بيناتكم، ويلي بينجح بالمسابقة بفوز بمنصب رئيس فرع الحاسة السادسة. شو رأيكم بقى؟ والله يا سيدي يعني أنتوا بتفصلوا ونحن منلبس يا سيدي. سيدي اللي بتأمروه رح يصير، ونحن ما علينا إلا الطاعة. بس يعني كيف رح تكون المسابقة سيدي؟ معلش لا تستبق الأمور، لساتني عم فكر بالموضوع، وبكرة إن شاء الله بعطيكن الجواب النهائي.